النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة خلال الفترة القادمة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لأهم محاور الطقس المتوقع خلال الفترة القادمة. توقعات بأن يطرأ استقرار على الأحوال الجوية مع ساعات عصر ومساء يوم الاثنين، مقارنة بالأجواء الباردة التي ستؤثر على المملكة مع ساعات صباح الاثنين، استكمال الأجواء الباردة التي أثرت على المملكة الأحد مع نشاط في الرياح الغربية. توقعات باستقرار هذه الأجواء مع ساعات عصر ومساء الاثنين، حيث ترتفع الحارة بشكل واضح وكبير، لكن هذا الاستقرار على الحالة الجوية هو مؤقت نظرا لتوقع تأثير منخفض جوي خماسيني جديد قادم نحو المنطقة يؤثر على المملكة يوم الثلاثاء على شكل ارتفاع إضافي في الحارة. كذلك الحال ارتفاع تدريجي في تركيز الغبار في الأجواء وظهور كميات من السحب على ارتفاعات في معظمها متوسطة وعالية، يتخللها بعض السحب الممطرة التي ستؤدي بمشيئة الله تعالى لهطول زخات محلية الطابع طينية الطابع من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة، وذلك تدريجيا خلال ساعات نهار الثلاثاء. لكن مع ساعات كما تحدثنا هنالك توقعات بزيادة الغبار في الأجواء خلال تدريجيا خلال ساعات نهار الثلاثاء. يوم الأربعاء يبدأ تأثير الشق البارد لهذا المنخفض الجوي الخماسيني، تنخفض درجات حارة بصورة ملحوظة، تسود أجواء باردة، تهب رياح غربية نشطت السرعة وتهطل زخات من الأمطار لا سيما في المنطقة الشمالية. ننتقل معكم الآن لاستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي تنقل حركة السحب المباشرة من حولنا في المنطقة نحونا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم ظهور كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات منخفضة في عموم مناطق المملكة بالذات المنطقتين الشمالية والوسطى، ونلاحظ معكم في الدول المجاورة بعض السحب الممطرة خلال هذه السحب المنخفضة في العديد من المناطق في سوريا لبنان، تسببت بمشيئة الله خلال ساعات نهار الأحد بهطول زخات أمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة الشدة في غرب سوريا ولبنان، لكن السحب في معظمها هي من نوع المنخفض غير الممطر في سماء المملكة، لكن تخللها بعض السحب الخفيفة الممطرة في مناطق محدودة. ننتقل معكم الآن لاستعراض توقعات محاكاة الأمطار خلال الفترة القادمة. نبدأ معكم هذه التوقعات كما هو بين تدريجيا خلال ساعات النهار الثلاثاء ترتفع فرص هطول زخات متفرقة من الأمطار في العديد من مناطق المملكة، تكون طينية الطابع بمشيئة الله تعالى. أيضا يرافق هذه السحب كميات يرافق هذه الأمطار توقعات بظهور كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات في معظمها متوسطة وعالية، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الفرصة متاحة لهطول بعض الأمطار خفيفة الطابع طينية الطابع. أيضا لا يستبعد أن تترافق ببعض العواصف الرعدية في مناطق متفرقة من المملكة. ننتقل معكم الآن لاستعراض توقعات درجات حارة في طبقات الجو المنخفضة فوق المملكة خلال الفترة القادمة. نلاحظ معكم ارتفاع درجات حارة بشكل واضح وملموس بعد ساعات ظهيرة وعصر ومساء الاثنين، مقارنة بالأجواء الباردة مع ساعات صباح الاثنين كما تحدثنا استكمال الأجواء الباردة الأحد. نلاحظ معكم هذه الألوان الداكنة التي تؤثر على المملكة ستؤثر على المملكة مع ساعات عصر ومساء الاثنين، وهي مرافقة لهذا المنخفض الجوي الخماسيني الذي سيزداد تأثيره على المملكة يوم الثلاثاء. نلاحظ معكم هذه الألوان الداكنة والتي تدل على ارتفاع درجات حارة عن معدلاتها بمشيئة الله. ننتقل معكم الآن لاستعراض توقعات هبات الرياح خلال الفترة القادمة. نلاحظ معكم من خلال هذه التوقعات استمرار هبوب رياح جنوبية غربية نشطت السرعة على فترات في العديد من المناطق مع ساعات نهار يوم الاثنين، لا سيما في مناطق البادية والتي تعمل بدورها على إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق. لكن نلاحظ معكم مع ساعات مساء يوم الاثنين تراجع في سرعة الرياح الجنوبية الغربية كما تحدثنا التي أثرت بوقت
سابق مع ساعات نهار الاثنين واستكمال الرياح النشطة التي أثرت على المملكة الأحد، نلاحظ معكم مساء الاثنين تراجع هذه الرياح بشكل مؤقت تمهيدا لنشاط الرياح الجنوبية الغربية خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء المرافقة للمنخفض الجوي الخماسيني والمحملة بدورها يوم الثلاثاء بكميات من الغبار وارتفاع في تركيز الغبار في الأجواء فوق العديد من المناطق. ننتقل معكم الآن لاستعراض حالة الطقس المتوقع الليلة في العاصمة عمان وخلال الأيام القادمة. توقعات الليلة القادمة نلاحظ معكم أجواء باردة في العاصمة عمان، كذلك الحال فوق العديد من المدن الأردنية، يرافق ذلك ظهور كميات من السحب على ارتفاعات منخفضة بمشيئة الله تعالى مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من الأمطار. ننتقل معكم الآن الحديث حول توقعات الأيام الثلاثة القادمة. نلاحظ معكم ارتفاعا ملموسا وكبيرا الحارة مع ساعات عصر ومساء يوم الاثنين مقارنة بالأجواء الباردة التي سادت يوم الأحد، متوقع أن تسود مع ساعات صباح الاثنين، هنالك ارتفاع ملموس الحارة عصر ومساء الاثنين، يستمر هذا الارتفاع يوم الثلاثاء لكن مع ارتفاع في تركيز الغبار في الأجواء، وبالتالي أيضا هنالك فرصة لهطول زخات محلية طينية الطابع من الأمطار يوم الثلاثاء، لكن يوم الأربعاء يبدأ تأثير الشق البارد لهذا المنخفض الجوي الخماسيني، تنخفض درجات حارة بصورة كبيرة وملموسة، ترتفع نسب الرطوبة في الأجواء، تهطل الأمطار وهي بشدة متوسطة بمشيئة الله لا سيما في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.